of acceptance by everyone, because that is also a very political document. It's not هذه تعتبر وثيقة سياسية، وهي تعني أصل كل الكوب وتعكس التنفيذ والزخم والطموحات والالتزامات من خلال التفاصيل، ولكن الجانب السياسي موجود. وقبل أن أنتقل إلى اليوم الموضوعي والأنشطة الأخرى، أود أن ألقي الضوء على ما كان بالأمس لدينا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ليلقي كلمة ويتحدث إلى كوب 27، وتحدث عن الفعاليات الهامة في هذا الملتقى، وأعتقد أن أغلبكم أو كلكم سمعتم هذا الخطاب. وكان بعد ذلك هناك مؤتمر صحفي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا قدم من خلاله وجهة نظر شاملة حول تأكيده أنه جاء إلى هذا الكوب، وكانت هناك بعض الأمور المحلية التي منعته من الحضور في بداية الكوب، وأرسل رسالة التزام بتنفيذ التعهدات الخاصة بالتغير المناخي. وبالطبع كانت كلمته مرتبطة بالمبادرات وتحقيق المزيد من الاستدامة، وكذلك التأكيد على الالتزام بدعم الدول النامية من خلال المبادرات المتعددة والأفكار والتعهدات التي تم قطعها في خلال الكلمة. هذا ما يمكن أن يتم استنتاجه من كلمة الرئيس الأمريكي. الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول التي تستجيب والتي تطلق العديد التي تطلق الجانب الأكبر من الانبعاثات، ولكنها أيضا أكدت التزامها بالمشاركة والمساهمة في تقديم المساعدة والدعم والتنفيذ الخاص للدول النامية. ومن خلال منظورنا كهيئة رئاسة الكوب، فإننا سوف يقوم السيد رئيس الكوب السيد سامح شكري بتقديم العديد من العروض، وكذلك أيضا السيد جون كيري. وهناك الكثير من الأمور، هناك المبادرة الخاصة بالتكيف مع أفريقيا والتي دعمتها الولايات المتحدة، كان هذا منذ 9 أشهر يجري التجهيز لهذه الحزمة من الدعم والتأييد، وأعتقد أن هذه أستطيع أن أقول لكم أن هذا يعرض عدد الالتزامات الخاصة بالولايات المتحدة وكذلك الأطراف الأخرى في الولايات المتحدة التي تستجيب إلى طلبات الحكومة الأمريكية لكي تنفذ الالتزامات، وإطلاقها من الغرف إلى وتحويلها إلى أنشطة وبناء قدرات وإنشاءات فيما يتعلق بقضية التكيف في دول أفريقيا. نحن سعداء جدا مع هذا التعاون، وأيضا سعداء من النتائج التي تعتبر تأسيسا لمبدأ التنفيذ. نعلم أن المفاوضات تأخذ وقت وتخضع لوجهات نظر مختلفة، ولكن هذا نوع التنفيذ المتاح على الأرض، ونتمنى أن يكون له تأثيرا كبيرا. وبعد هذه الفعالية هناك فعالية أخرى تركز على مصر والولايات المتحدة، وأيضا تشارك فيها ألمانيا، وهناك أيضا تعاون آخر يتم الإعداد له عبر الشهور الماضية ويشمل عدة أطر، وهذا أيضا يمثل نموذجا ومثالا للتعاون
وإنفاذ النقاط الأساسية التي قد تكون مغفلة في وقت من الأوقات. نحن نتحدث عن إجراءات التخفيف في مصر، وعلى جانب التخفيف لدينا أرضية واضحة ولدينا منصة تسمى نوافي، وهي تعني باللغة العربية نحن نوصل، وهي تهتم بتوصيل المياه والكهرباء والطاقة، وكذلك تحقيق نوع من الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة. تهدف إلى هذه المبادرة تم تقديم 10 مليون دولار، وهذا لدعم قطاعات الماء والغذاء. البحث والتطوير حاضران في هذه المبادرات، وهناك حوالي 70-80 مليون دولار عبارة عن منحة، وهناك مكونات أخرى. وفي النهاية هذه تمثل مثالا للتعاون بين دول الشمال والجنوب، وكما قلت هذا يمكن تنفيذه حين نقول أننا حين نستمع إلى بعضنا البعض فإننا يمكن أن ننفذ البرامج المختلفة ونصل إلى هذه المقاربات من منظور الدول، ونستطيع الحصول على الدعم في شكل تعاون دولي. ولهذا هذا فيما يخص الفعاليات المختلفة، والرئاسة المصرية سعيدة جدا بهذه النتائج، وأيضا حكومة ألمانيا متعهدة بالأمر وداعمة كثيرا، ولديها العديد من الأدوات في هذا الشأن، وستقدم المجموعة من التمويلات اللازمة لهذا الأمر. وأيضا هناك وزير التعاون الدولي الدكتورة المشاط التي تقوم بالتنسيق في هذا العمل. هذه هي بعض المفاوضات وهذه المسارات الخاصة بالتفاوض وبعض الفعاليات التي حدثت بالأمس. وأيضا كان عندنا يوم إزالة الكربون، وكان هناك عديد من الأنشطة. لن أتحدث في كل التفاصيل، ولكن يمكن أن أتحدث عن بعض الإعلانات الخاصة بالإسراع في عملية إزالة الكربون في صناعات الصلب. كان أيضا هناك مناقشات، ومصر وبلجيكا قاموا بخلق منتدى خاص بالهيدروجين المتجدد والطاقة المستدامة. هذه منصة عالمية وليست محلية. هذه المنصة تجمع الحكومات وأصحاب المصلحة وكل الأطراف المعنية بقضية الهيدروجين الأخضر، حيث يستطيعون مناقشة وتناول القضايا الخاصة بالاستثمار وتوزيع وتجنب المشكلات في هذا السوق الناشئ لهذا المصدر من الطاقة المتجددة. وأيضا هناك تحالف الاستثمار المناخي الذي تعهد بتقديم دعما لتحقيق انتقال الطاقة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وأيضا كانت هناك جلسة حول رحلة الطاقة، ومصر أطلقت تحالفا خاصا بالقطاع الخاص يهدف إلى إزالة الكربون في كل أنحاء مصر. وأيضا كان هناك مناقشات حول محاولة إزالة الكربون في صناعات الأسمدة والصلب والغاز والبترول، وأيضا قطاع الصناعات الغذائية. نعم، والأسمنت صناعة الأسمنت. هذه الصناعات يجب أن
تساهم وتشترك في قضية إزالة الكربون. استغرقت الكثير من الوقت ولكن وددت أن أخبركم ما حدث عبر 24 ساعة الماضية. شكرا جزيلا معالي السفير. ولدي أسبوع آخر لكي أتعلم من سيادتكم. قبل أن نتلقى أسئلتكم نذكركم أن هناك ترجمة إلى الإنجليزية تستطيعون الحصول عليها. لدينا السؤال الأول. السيدة هنا في الصف الأول. سوزي الولادي الأهرام العربي ماجازين. أنا would like to ask Ambassador Abdelmakht concerning the negotiations. قضية المفاوضات، ما هو الجزء الذي يتم المضي فيه قدما وما هي مراحل المفاوضات التي اتسمت بالنجاح وماذا عن قضية الخسارة والضرر أم التكيف؟ فهل يمكن أن نلقي الضوء على هذا الأمر؟ دائما أود الإيضاح، ليس من المناسب أن نتحدث عن النجاحات يوما بيوم. قضية الخسارة والضرر يتم التقدم فيها بشكل جيد، ولكن ليس من المناسب أن نحكم على نجاح أو عدم نجاح قضية معينة في وقت قصير. هناك عدة جوانب حول تناول قضية التمويل وآلياته، وهذا من خلال العديد من النماذج وخلق العديد من النماذج. والشيء المهم والذي تلقيته هو أنه لا يوجد شخص واحد تحدث عن المعاناة. لا يوجد أحد أنكر قضية المعاناة وقضية أن التمويل يجب أن يتم بشكل عاجل. أنا متأكد أن هذه المحادثات سوف تؤتي بنتائج مثمرة وسنستشعر ذلك بعد نهاية اللقاءات. هناك أيضا لجنة خاصة بالتكيف ولم أتلقى آخر تحديثات منها، لا تزال المفاوضات مستمرة كما بينما نحن نتحدث، وبالتالي علي أن أعود لك بعد ذلك لأقول لك ما حدث تفصيلا. لم تنتهي المباحثات بعد، نحن في منتصف الطريق ولا نستطيع أن نحكم في هذه المرحلة. دائما ما تتطلب المباحثات أن يكون هناك نوع من الدعم والإرشاد السياسي. يمكن أن نجلس في غرفة لمدة ساعات ونتحدث، وهذه هي الطبيعة البشرية، ولا يكون لدينا وجهة نظر تحتوي على الصورة الكاملة، وبالتالي فإن هناك يجب أن يكون هناك تقييم أخير للتدخلات الخاصة بكل مبادرة وكل عملية، وحتى نستطيع أن نحدد مدى الخطر والفجوة التي نود أن نقوم بملئها. وهذا يتم من خلال عمل كل الوفود، وهناك قضايا بسيطة يجب التعامل معها ولكنها ليست أساسية أو محورية. السيد هناك. شكرا معالي السفير. هل مما يزيد عملكم تعقيدا أن يكون هناك بعض المحادثات المباشرة؟ وماذا عن مشكلة الوصول لدرجة 1.5 درجة مئوية؟ وما مدى التقدم الذي حدث فيها؟ هل هناك تقارير علمية حول هذا الهدف المنشود؟ شكرا جزيلا. بما يتعلق بالجزء الأول من سؤالك، كان هناك بالأمس أسئلة مماثلة، ونحن مؤمنين أنه حتى الآن فإن تجسيد الاتفاقات بين الأمم المتحدة والصين، لم نرى أي تجسيد لهذه المباحثات، ولكن على الأقل هناك قناة اتصال. ولا أريد أن أتحدث إلى الجانب السياسي من العلاقة، ولكن لم نرى
لم نرى أي تأكيد لهذه الاتفاقيات. نحن نفهم أن هذه الأمور تأتي من جانب متعددة، ولكن لم نرى، ولدينا تواصل مباشر وعلى قمة هذه المباحثات، ونحن نتابعها عن كثب ونحاول أن نستمر في العمل لمصلحة الجميع. وما هو الجزء الثاني من سؤالك؟ قضية 1.5 درجة مئوية هي قضية محورية وقضية أساسية يتم التعامل معها على جميع الأصعدة ومن خلال تدخلات مختلفة، ونتحدث كثيرا عن هذه القضية، وهناك اختلاف في وجهات النظر حول كيفية الإشارة إلى هدف درجة الحرارة في اتفاق باريس، والبعض يتحدث على الأمر باعتباره يجب أن يكون تنفيذا لما تم في مؤتمر جلاكسو، وأنا أرى أننا يجب أن نعالج الجانب الخاص بالمعنى الذي يتناوله كوب 27 والذي يشمل التقدم في مجال التخفيف. نحن لا نستطيع أن نتحمل ما هو أسوأ من ذلك، وبالتالي الحقيقة تقول أننا لا نستطيع أن نسرع بإجراءات بالإجراءات الخاصة بالتخفيف بدون مساعدة الجميع، ولكن يجب هذا التخفيف لا يشترط أن يكون مرتفع الثمن. نحن نعلم أن هناك فجوات خاصة بالتخفيف، ولكن يجب أن نتعامل مع الأمر، ووجهة نظرك واضحة ووصلت، ولكننا نسعى لإسراع هذا من خلال المفاوضات. الرجل هنا، السيد هنا في الصف الأول. شكرا سيد الوزير. كان هناك بعض الانتقاد حول التقدم الملموس في مجال الوقود الأحفوري، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها في يوم إزالة الكربون. هل تعتقدون أن مؤتمرات الكوب تستطيع أن تؤتي بنتائج إيجابية تؤثر على هذه الصناعة؟ قد يرى الناس أن هناك الكثير من المتحدثين، وهناك الكثير من غرف المناقشات والمحادثات والمفاوضات التي حدثت، ولكن هناك لقاءات على مستوى رؤساء الدول، وهناك إعلانات وتعهدات، ولذا فإننا سنكون خاضعين للمساءلة عندما ينتهي المنتج النهائي. ولكن لقد كان لدينا يوم إزالة الكربون، ولا يمكن أن نغفل أن صناعة الغاز هي جزء من المشكلة المرتبطة بالانبعاثات. قد يكون هذا متضمنا في صناعة، قد يكون الغاز مشتركا في صناعة الأسمدة على سبيل المثال، ولكن نحن نحتاج أن نكون جزءا من الحوار، ولكن بشكل يسمح بالمساءلة وأن نتعامل مع أساس الحوار، وأن يكون الأمور واضحة للجميع. بالطبع هناك المزيد من التفاصيل، هناك 15 عنصر، ولكن هناك رسائل يجب توصيلها،
ويجب أن يتم التعامل معها وأن يكون هناك سجلات خاصة بالتحركات المرتبطة بإزالة الكربون، ويجب أن نشارك خريطة طريق من خلال معايير محددة، وهذا يجب أن يكون مثالا حول ما نستطيع أو لا نستطيع عمله. ولكن وجهة نظرك حول ما إذا كان هذا سيؤثر على النتائج أم لا؟ الأمور كلها تخضع للإجماع هنا. وعدم وجود مسؤوليات قد يكون هناك انتقادات، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من المسؤولية، ويجب أن نفكر. كنا نفكر بتحديد يوما محدد للحديث عن قضية معينة وما يجب فعله وما يجب تجنبه. هذا ما كنا نفكر فيه حين كنا وقررنا تخصيص يوم لإزالة الكربون. وما نفهمه هو أننا أستطيع أن أؤكد لك أنه من خلال هذه الإرشادات وتلك النصائح فإننا استطعنا أن نحدد بعض الأمور التي لم تكن واضحة، ونتمنى أن ننتقل إلى الاتجاه الصحيح. نعم، السيدة هنا في الصف الأول. مساء الخير. My question is related to the transparency. For some negotiators from developing countries, the firm the US pledged in Glasgow last year was not delivered. But do you remember when you said that the adaptation fund was under review? And what do you mean? It means that now you will have the money? Yeah. أنا لم أتحدث عن التكيف، هل قيل هذا؟ كان هذا جزء من الحوار حين كنا نتحدث عن التكيف، وكان هذا بالأمس حين كنا نتحدث عن التسارع والتكيف. قلنا أن أن تعهدات الولايات المتحدة في غلاسكو لم يتم إنفاذها. وسؤالي هو، حين نتحدث عن التكيف فهذا يعني أن هناك أموال من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتكيف، هذا بالإضافة إلى فكرة أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم 150 مليون دولار لإجراءات التكيف. وشكرا. شكرا. لدي توضيح بسيط من جانبي. ما ذكرته في غرف التفاوض هو لجنة التكيف وليس التمويل. ولكن النقطة الثانية حول ميزانية التكيف التي تم التعهد بها العام الماضي ولم تنفذ، أعتقد أننا جميعا يمكن أن نتوجه إلى البيانات الصحفية الصادرة من أعتقد أنهم تعهدوا ب100 مليون دولار للتكيف، ولكن المناقشات حول ميزانية التكيف كانت متاحة، ولكن نحن كنا نتحدث على تمويل التكيف، وبالأمس كنا نتحدث عن التسريع بإجراءات التخفيف، وهذا ما كانت ترأسه مصر باعتبارها رئاسة للكوب. كنا نتحدث عن الإسراع بإجراءات التكيف في إفريقيا، وهذه فعالية مختلفة لديها التزامات مختلفة. أعتقد أن المبلغ كان 130 مليون دولار فيما يتعلق بالتكيف والتدريب في مصر لكل إفريقيا. كنا نعمل على هذا الأمر، وتحاول مصر أن وتسعى مصر أن تكون مركزا للتعلم والتميز في هذا الشأن، وهناك سيكون هناك مشاركين ممن يعملون في مجال الزراعة وإدارة المياه وحتى الوزراء لقيام بعمل خرائط وتخطيط.
وأعلنت هذا بالأمس، إن هذه هي المرحلة الأولى، ولكن يجب وضع الرؤية، وكذلك بالنسبة لكل الدول النامية. إذن الإطلاق سوف يكون لإفريقيا، ولكن هناك رؤية مستقبلية تشمل العديد من الدول وتجعل هذا المركز يقدم خدماته للجميع. هذا سوف يكون بدون أي تكلفة، يشمل هذا حتى الإقامة وتذكر السفر وبناء القدرات وتقديم المعرفة. لدينا مجموعة متميزة من المدربين والمعلمين الذين يستطيعون نقل خبرتهم إلى المتدربين فيما يتعلق بإجراءات التكيف مع التغير المناخي. شكرا جزيلا، ونأتي للنهاية ونتحدث عن آخر الأرقام. لدينا 40,600 من المشاركين، 14,152 observers and 3,430 media. وفي الرقم النهائي الموجودين حاليا هم حوالي 27,000 شخص موجودين من الأشخاص المسجلين. شكرا جزيلا، وغدا المكان سيكون less activities. Registration is closed for your colleagues in case they arrive. Again, registration will open Monday 8. سوف يفتح غدا المكان، سيكون مغلق ويستأنف التسجيل يوم الاثنين صباحا، ونراكم في الأسبوع القادم. شكراً.